لا احنا دوزناه مزيانه غير كان بعض الناس بعض الجمهور كنت يشدك الكلام ديالنا كيقلبوا. ما حنا بالنسبه للحسن الثاني هو اللي قال لهم خلوا الشباب سميتو، كنا ديما عنده في القصر حنا مقاول شي مره ماشي جوج، قال لنا دايرين سنيترا بانجو جيتار. حنا المغاربه تنقولوا ليها سنيترا، تشدوها لي زعما امريكان كبروا لي هذيك الطاره وكبروا لي هذيك لا مونش. وانا بدعت فيها، انا حيت ليها لي كاز باش يخرج الربع مقام، يعني نقدر نضرب العربي الشرقي والغربي. والاغلبيه ديال المجموعات كاع اللي تبعونا ما كاينش لي اكاديمي، ما كاينش لي قاري موسيقى، خلين دوك لي كاز ما عمرو يحصل على المقام العربي.